اعتنى. فهو كأنه كان بيقول لهذا النقيب ولا هذا الطالب الصغير، نعم، ابن السيدة، نعم، من سلوى الهرش، سلوى الهرش، نعم، بيقول لها أنا هسلم ابنك أرض طهرة، نعم، خالية من كل شيء، حافظي عليها. فده طبعا لازم نحترم هؤلاء، وأنا عشان كده سميته وأسميه هذا هو الجيل الأعظم. الجيل الأعظم اللي هو مين؟ اللي هم ولدوا على أرض مصر ما بين 1918 إلى 1945. هذه المجموعة من أول قائد الفصيلة المشاة وقائد سرية الدبابات اللي مواليد 45 سنة 73 أو حتى أصغر، إلى قائد الجيش اللي هو مولود سنة 18 أحمد إسماعيل علي أو الشاذلي سنة 21 أو الرئيس سادات نفسه سنة 18. قادة الفرق المصرية، قادة الفرق المصرية كان سنهم بعضهم سنه 43 سنة، يعني أنا أعتقد أنه الفريق عرابي اللي هو بقى رئيس أركان الجيش وكان في وقتها قائد الفرقة 21 مدرعة، ده كان سنه 43 سنة في فريق إبراهيم العرابي؟ إبراهيم العرابي، نعم. وبالتالي هؤلاء رجال لا يمكن أن ينساهم المصريين. ده الجيل الأعظم، لأنه هو ده الجيل الأعظم، لأنه ضحى بدمه، أخذ مخاطرة بالغة الخطورة على بلده. لأنه شوف، تصور الحمد لله أنه ما حصلش، لكن تصور أنه مصر دخلت معركة 73 وانتهى الحال إلى احتلال الإسماعيلية والسويس وبورسعيد. تصور أنه ومع هذا الاحتلال جه الاتحاد السوفيتي وقال احنا واقعين معاكم وانتم علاقتكم بينا مش كويسة، فمفيش الدبابة تي 55 ولا في الدبابة تي 62 ولا في الطيارة ميج 21 ولا السخوي 7 ولا المدفع 130 ولا 122، وبالتالي خلاص السلام عليكم. كان يحصل لمصر دي ايه؟ يحصل لمصر دي ايه؟ كنا نعيش ازاي؟ وبالتالي اخذوا مخاطرة هائلة وحاربوا بعناد. انت تشوف في كلام الرئيس السادات في هذا الاجتماع، يعني تصميم لا حدود له، خصوصا ايه، هو مش متهور، هو قعد يحاول من 70 من وقت ما استلم المهمة، واستلم المهمة بعد وفاة الرئيس عبد الناصر. الرئيس عبد الناصر في 28 سبتمبر سنة 70 انتخب بعد، نعم، 40 يوم ولا في خلال 40 يوم، واستلم المهمة، وكانت مهمة بالغة الصعوبة. أخذ بلد في حرب، البنية التحتية متهالكة، قوات مسلحة مطلوب منها هزيمة خصم، في احتلال أراضي، في احتلال أراضي، نعم. فقال ايه من وجهة نظره، قال طيب ما ندور مع الامريكان شوية نشوف هنعمل معهم ايه. فالامريكان ما عبدوش مساعدة او رغبة، رغبة يعني ليه، لانه امريكا كانت في وقتها مشتبكة في حرب فيتنام سنة 70 و71 و68 و72، وكيسنجر كان مستشار امن قومي وبعدين بقى وزير خارجية، وجمع ما بين الوظيفتين لعدة أسابيع أو شهور، فحاولوا معه. بعد ما الخبراء السوفيت خرجوا من القوات المسلحة في يوليو سنة 72، يوليو 72، الأمريكان تشجعوا شوية، يفتحوا الباب، فقالوا احنا عاوزين نقعد معاكم، نتكلم معاكم، نشوف انتوا عاوزين ايه، أفكاركم ايه. فمستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل راح قابل مستشار الأمن القومي الأمريكي كيسنجر، هنري كيسنجر، مرتين، مرة في فبراير 21 22 فبراير سنة 73، ومرة تانية
في يمكن 24-25 مايو 73. المرة الأولى كانت في لونج آيلاند بجوار مدينة نيويورك، والمرة الثانية في منزل خاص سري خاص بالمخابرات الأمريكية بالقرب من باريس في فرنسا. كان كيسنجر جاي يعمل مفاوضات مع لو دوكتو اللي هو المتفاوض الفيتنامي عشان يوصلوا للإنهاء للحرب في فيتنام. فعلى هامش هذا اللقاء عمل لقاء آخر مع حافظ إسماعيل. في اللقاء الأول، وأنا كاتب القصة بالكامل في الفصل يمكن الرابع من الكتاب، في اللقاء الأول قال له أنت وجهة نظرك إيه؟ فكيسنجر كان واضح، قال له شوف أنا لا أعد بما لا أستطيع تسليمه، وفي هذه اللحظة لا أستطيع أن أعد بالكثير لأني مش شايف فرصة. حاجة تانية، أنا رؤيتي هي أنه أي تسوية للشرق الأوسط يجب أن تكون تسوية متدرجة على مراحل، وإحنا أنا مستعد، هو بيقول أن أنا أسعى لتسوية بينكم وبين إسرائيل على الأقل مرحلتين، مرحلة ابتدائية بنسميها المرحلة الانتقالية ثم مرحلة نهائية. والمرحلة الابتدائية أنكم تعملوا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة وتصلوا فيها إلى انسحاب إسرائيلي خلف مضايق سيناء اللي هي على مسافة 50 كيلو من قناة السويس، ويبقى يحلها ألف حلال، وبقى أرضنا مش مهم ترجع لنا بالكامل، يبقى يحلها ألف حلال بمعنى الإسرائيليين يحكموا على أدائكم وعلى تصرفاتكم، وفي خلال 10-15 سنة طبعا 50 سنة ممكن يوصلهم لحدودكم في النهاية. الكلام ده مايو أو في فبراير 73. فحفظ ميل قال له لا ده ما ينفعش، احنا جايين نتكلم على الحدود المصرية الإسرائيلية. سألوا قال له انتم مستعدين لإنهاء حالة الحرب؟ قال له طبعا لو أخذنا أرضنا هننهي حالة الحرب. قال له مستعدين تعملوا معاهدة سلام؟ قال له احنا ما عندناش أي مشكلة، لأنه مش هنضحك عليهم يعني، هناخد الأرض وهنديهم معاهدة السلام. في المرة الثانية جاله كيسنجر واداله مشروع كده لا يربط بين الحل الانتقالي والحل النهائي، ولما سأله حافظ إسماعيل ما ادالوش عقد نافع، ما وضحلوش. كل اللي قاله له قال له احنا ممكن ان احنا نعترف لكم بالسيادة على السيادة الاسمية على اراضيكم في سيناء. فسأله يعني ايه اسمية؟ قال له يعني هيبقى فيه طبعا اجراءات امنية من الجانب الاسرائيلي. كان التفكير المصري ان الاجراءات هي تقييد تسلح، مناطق لتقييد التسلح، نزع حظر السلاح، نعم، حظر سلاح، حظر نوعيات من السلاح، لكن ما كناش فاكرين زي ما قلت يمكن في الحديث بالامس عايزين مطارات ثلاثة وقصة المطارات برضو قصة تضحك، لانه ساقوا مبررات لا يصدقها طفل عنده 3 سنين. فاحنا ما كانش قدامنا اي بديل. فلما حافظ اسماعيل في الكتاب بيقول للرئيس طيب انا لما سبته في فرنسا في مايو اتفقنا على خطوة ثالثة، لقاء ثالث، فدعني اجرب اللقاء الثالث لعل وعسى حصل تغيير في الموقف الامريكي. في الفترة بقى من مايو ليوليا كيسنجر طلب من مصر، قال لهم هي مصر كانت رايحة مجلس الأمن في مايو، لأن الحرب في الحقيقة كانت هتتعمل في مايو، في إبريل مايو، ما كانتش هتتعمل في أكتوبر، كانتش هتتعمل في أكتوبر. وحتى لما والقصة المشهورة أنه لما قالوا للإسرائيليين ده الجماعة المصريين هيحاربوكم في أكتوبر، قال لك الله، طب ما هو قبل كده قالوا في ابريل واحنا حشدنا وصرفنا على القوات بتاعتنا وجهزناها وعملناها، ولا كانت جزء من خطه الخديعه دي؟ كانت خطه خداع، خداع، خطه الخداع. ف